الثانية بعميد كلية الآداب، حضرة الملحق العسكري في السفارة التركية في لبنان، الأستاذ جان أيايدن، أعضاء مجلس الجامعة، حضرة النقيب رامي رومانوس مدير فرع كسروان في الأمن العام، رئيس دائرة الأرشيف العثماني في اسطنبول، الدكتور أندر باير، حضرة مدير معهد يونس أمري في بيروت، الأستاذ جنكيز إيروغلو، حضرة الأساتذة المحاضرين ومديري الندوات وأعضاء لجنة التوصيات والفعاليات الأمنية والقضائية والإعلامية، حضرة الأساتذة والمؤرخين والباحثين، أيها الحضور الكريم، يسر مركز فينيك للبحوث اللبنانية التابع لجامعة روح القدس الكاسليك أن يرحب بكم جميعا في رحاب جامعتنا لافتتاح ندوتنا المنتظرة بعنوان اكتشف لبنان في الأرشيف العثماني. ينظم مركز فينيك هذه الندوة بالتعاون مع المديرية العامة للأرشيف الوطني التركي التابع لرئاسة مجلس الوزراء ومع سفارة جمهورية تركيا في لبنان ومع معهد يونس أمري في بيروت. تستمر الندوة اليوم وغدا في أوديتوريوم جان الهوى الذي نحن فيه. اللقاء الصباحي اليوم يشمل كلمات عديدة نبدأها مع الأب جوزيف مكرزل مدير مركز فينيك للدراسات اللبنانية. السيدات والسادة، تكمن أهمية الأرشيف والمحافظة عليه ودراسته ونشره أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالذاكرة التاريخية الفردية والجماعية للمجتمعات والمؤسسات والأوطان. بناء عليه فالأرشيف هو حافظ الذاكرة التاريخية الأول، نلج من خلاله إلى مجريات الأحداث السابقة ونؤمن من خلاله مواد التأريخ للأجيال اللاحقة. مواد الأرشيف متعددة الأوجه، المخطوطات، المستندات، الصور، الخرائط، الوسائل السمعية البصرية، الحفظ الرقمي، إضافة إلى المواد الأركيولوجية على أنواعها. تسمح جميعها للباحثين في الكثير من العلوم بدراسة الشعوب والمؤسسات والأفراد من الناحية التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسيكولوجية، كما بدراسة تاريخ الإنشاءات والمباني ومشاريع البنى التحتية إلى آخره. باختصار كلي، يعبر الأرشيف عن هوية مجموعة ما أو جغرافيا ما أو نمط فكري ما، بما يحمل من مدى تاريخي للذاكرة المعبرة التي تسمح للباحثين بدراسة تطور هذه العناصر، البشر والجغرافيا والأنماط الفكرية، واندماجها في مرحلة من التاريخ أو تفككها أو انصهارها في مجموعات أخرى في لحظة تاريخية ما. أيها الحفل الكريم، إثر انتصار السلطان سليم الأول على المماليك في معركة مرج دابق بتاريخ 8 آب 1516، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ المناطق التي انبثق منها لبنان الذي نعرفه اليوم. هو التاريخ العثماني للمناطق اللبنانية، عهد استمر حتى مغادرة عزم بيك والي بيروت في أوائل تشرين الأول 1918. كتب الكثير عن هذه المرحلة وأرخ لها العديدون من اللبنانيين. لن أتطرق إلى هذه الأبحاث، فمدراء الحلقات خلال هذين اليومين أخذوا على عاتقهم الكلام على هذا الموضوع والتوسع فيه. ما أريد أن أقوله هو إنه بالرغم من كل ما كتب استنادا إلى الأرشيف، فإن مجموعة ما استعمل من الأرشيف العثماني يبقى ضئيلا جدا أمام الكم الهائل الذي تحويه مستودعات الأرشيف العثمانية أو ما يعرف بخزينة الأوراق. بل لعلني أتساءل مع العديد منكم، كيف استطاع البعض كتابة تاريخ لبنان دون الرجوع إلى الوثائق الأصلية المحفوظة في دور الأرشيف العثمانية؟ كيف استطاع البعض كتابة تاريخ لبنان دون معرفته باللغة العثمانية؟
كيف استطاع البعض كتابة تاريخ لبنان دون قراءة تاريخ الدولة العثمانية؟ أقول البعض، لعل البعض استند في دراسته أو دراساته إلى الأرشيف الفرنسي، الإنجليزي، النمساوي، الروسي أو غيره، ولكن هل يمكن كتابة تاريخ لبنان بطريقة موضوعية دون الرجوع أيضا إلى الأرشيف العثماني؟ ولعل البعض أنزل الاستقراء الإيديولوجي في كتاباته بغية إعلاء قضية منطقة ما أو طائفة ما أو مذهب ما. فهل يمكن فهم تاريخ لبنان خلال القرون العثمانية خارج سياق تاريخ الدولة العثمانية؟ هل كان حقا هناك هوية للجبل اللبناني مغايرة لغيره من الأقطار؟ هل كان هناك حق نوع من الحكم الذاتي في ممارسة الأمراء اللبنانيين؟ هل كانت المتصرفية في جبل لبنان عنصرا فريدا في تاريخ الدولة العثمانية؟ ماذا عن باقي المناطق خارج جبل لبنان؟ أليس التاريخ اللبناني الحديث مشهدا في مسلسل عثماني؟ أليس التاريخ العثماني بيتا بعض منازله تاريخ الجبل وتاريخ باقي المقاطعات؟ أين هو الأرشيف في لبنان الذي يغطي الفترة العثمانية؟ هل هو محفوظ؟ كيف الاستفادة منه؟ إلى من نتوجه للحصول على نسخ منه؟ نعم، هناك الكثير من الدراسات التي اهتمت بهذه الأمور التاريخية، ولكن التساؤلات تبقى مشرعة لا بل مشروعة أمام هذا الكم الهائل من الوثائق التي لم يطلع عليها المؤرخون بعد. لذلك ولأن مركز فينيكس للدراسات اللبنانية أخذ على عاتقه منذ تأسيسه محاولة جمع الأرشيف اللبناني في الوطن والمهجر، بعد العمل على الأرشيف الفرنسي والإنجليزي والنمساوي والأمريكي، كما العمل على الأرشيف المحلي من محفوظات شخصيات فكرية وسياسية وفنية وتاريخية، كان مشروع الاتصال بالمسؤولين عن الأرشيف التركي بغية البحث في إمكانية الحصول على بعض من الأرشيف اللبناني المحفوظ في مراكز الأرشيف العثماني في تركيا، وكانت بداية المشوار. فبالاتفاق مع الصديق السيد جانكيس إيروغلو ذهبت بمعيته والباحث إلياس إلى اسطنبول، وكان لنا استقبال حافل من قبل الدكتور أوندرباير وفريق عمله في الأرشيف العثماني، الذين نشكرهم جميعا على لطافتهم وحسن استقبالهم. في زيارتنا اطلعنا على آخر أعمال الأرشفة التي تتم في مركز مديرية الأرشيف، وهو مجمع حديث يحوي عدة مباني تحاكي الحداثة في هندستها، وتحوي آخر المبتكرات من آلات تصوير ورقمنة، إضافة إلى المحترفات المتخصصة بأعمال الحفظ والترميم، كما العاملين المتخصصين في الأرشفة والتقميش وإدارة المحفوظات والمجموعات. ولا أبالغ بالقول أننا وجدنا أنفسنا أمام مشروع يضاهي في أهميته أكبر دور حفظ الأرشيف في عالمنا اليوم. خلال هذه الزيارة تشرفنا بالاطلاع على بعض الوثائق الأساسية المتعلقة بتاريخ لبنان، ومنها على سبيل الذكر دفتر نظام جبل لبنان 1840-1915، والذي يحوي كل القرارات الرسمية التي اتخذتها السلطات العثمانية لإدارة جبل لبنان، والذي بحسب الدكتور باير لم يطلع عليه قبل أي من الباحثين اللبنانيين. وبالمناسبة قد تكرم علينا مشكورا بنسخة من هذا الدفتر لحفظها في مكتبة جامعة الكسليك. هذا المثل وغيره من الخرائط وقوائم المستندات والأرشيف المتعلقة بلبنان وتاريخ مناطقه، والتي تحويها قاعدة البيانات في مكتبة البحث في اسطنبول، تقدر بمئات آلاف الوثائق. هذا كله جعلنا نقدر كل الجهد الذي يبذله القيمون على الأرشيف من أجل إبراز التاريخ العثماني من كل جوانبه. لذلك وبالاتفاق مع الدكتور أوندر باير وسيد جانكيس إيروغلو، وبعد مشاورة أساتذة الكرام في الجمعية اللبنانية التاريخية وبعض الباحثين الأصدقاء، كان قرار إقامة هذه الندوة، والتي من أهدافها أن تكون مناسبة
يتكلم فيها الباحثون الأتراك عن موقع لبنان في الأرشيف العثماني، ويتعرف خلالها الباحثون اللبنانيون على تركيبة الأرشيف العثماني ومراكز المحفوظات التابعة له. مدخلاً إلى التعريف بأرشيف لبنان في مراكز حفظ الأرشيف في تركيا وكيفية الاطلاع عليه والعمل على دراسته. موقعاً للتعارف ولتبادل الخبرات والمعلومات بين المتخصصين الأتراك والباحثين اللبنانيين. إضافة إلى هذه الندوة، يكون مركز فينيكس حالياً بمحاولة البحث في كيفية الحصول على نسخ من الأرشيف العثماني المتعلق بلبنان، وفي هذا السياق يتم دراسة مشروع مع الجهات المختصة من أجل الحصول على نسخ من 250 ألف ورقة كمرحلة أولى توضع في مكتبة الجامعة، من أجل أن يتمكن الباحثون اللبنانيون من دراستها واستعمالها في أبحاثهم. دراسة إمكانية فتح صفوف لتعليم اللغة التركية في حرم الجامعة بالتعاون مع معهد يونس إمري، تكون مدخلاً لتعلم اللغة العثمانية بغية تمكين الباحثين اللبنانيين من الاستفادة عملياً وعلمياً من الأرشيف العثماني. كما تم البحث مع السادة الأساتذة في موضوعات مختلفة نضعها بتصرف لجنة التوصيات، ومنها نشر كتيب يحوي المعلومات الوافية حول الأرشيف العثماني وتقسيماته وكيفية التفتيش عن الأرشيف اللبناني في مراكزه وقاعدة بياناته، تفعيل لقاءات بين الباحثين اللبنانيين والأتراك المهتمين في دراسة التاريخ العثماني، إقامة ندوة سنوية تلقي الضوء على موضوع معين استناداً إلى الأرشيف اللبناني المحفوظ في مراكز الأرشيف العثماني. أيها الأخوات والإخوة، ندوتنا خلال هذين اليومين كما معرض الصور والخرائط نريدهما خطوة أولى وبداية تعاون بين المؤسسات اللبنانية الأكاديمية ومراكز الأرشيف العثماني في تركيا، ولعلها لن تكون المبادرة الأخيرة، فأملنا ورهاننا أنه بتعاوننا جميعا، مؤسسات أكاديمية، باحثين، مؤسسات رسمية لبنانية ومراكز أبحاث، يمكننا جميعاً أن نطلق مشروع جمع التراث اللبناني المشتت في مراكز الأبحاث والأرشيف العالمية. ولعل الأكثر إلحاحاً هو البدء من حيث يجب البدء، أي بالأرشيف العثماني، ولذلك نحن هنا اليوم، فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً. الأستاذ إنكيز إلوغلوم مدير معهد يونس إمري الثقافي في بيروت. سايم بيت بيتشي، ديرل هوجالارم، konuşmamı Arapça hazırladım ama her şeyden önce bu kadar sıkıntı çekip buraya kadar geldiğiniz için özellikle kendi adıma ve Yunus Emre adına hepinize çok teşekkür ediyorum. السيد الحضور، أستهل كلمتي هذا بالترحيب بحضوركم الكريم، وأشكر جامعة روح القدس الكاسليك للجهود التي بذلها لإنجاح هذا المؤتمر والتعاون التام من أجل الوصول إلى الهدف المنشور. هذا المؤتمر يتم عقده لأول مرة في لبنان، وبقدر أهميته لتاريخ لبنان فهو مهم بالنسبة إلينا أيضا لتعريف بالأرشيف العثماني، فيجب أن لا ننسى أن تاريخ المشترك الذي يجمعنا يحتم علينا التعاون المشترك في سبيل خدمة البحث العلمي والوقوف على الحقائق التي من شأنها تقريب وجهات النظر ومعرفة الآخر. السادة الحضور، أن كل أمة لها تراث تاريخي، والمصدر الوحيد للتواصل مع هذا التراث هو الوثائق والمخطوطات التاريخية، وتعتبر الوثائق التاريخية بمثابة سند للدولة وهويتها وذاكرتها، ويعتبر الأرشيف من حيث ما يحتويه من الوثائق مركزاً للعلوم وعنصراً أساسياً واستراتيجياً في بناء مستقبل الشعوب والدول،
وقوة أي دولة تكمن بالمعارف والعلوم التي تمتلكها. وكلما استخدمنا هذه الوسائل بشكل مؤثر وفاعل، نستطيع أن نخطو خطوات مهمة للوصول إلى القوة العالمية في المنطقة. إن الوثائق والمخطوطات في الأرشيف العثماني من أهم عناصر القوة الكاملة لتركيا، بعد أن خطت خطوات ثابتة للوصول إلى القوة العالمية في الآونة الأخيرة. وفي هذا الصدد نجد أن تركيا تمتلك ثورة عظيمة من ناحية الوثائق التاريخية، والأرشيف العثماني من أكبر الأرشيفات في العالم، وعدد الباحثين في هذا الأرشيف يأتي في المرتبة الأولى بين الأرشيفات في العالم. وهذا الأرشيف ليست فقط للدولة التركية، بل أرشيف لما يقارب أكثر من 40 دولة في المنطقة. هذه الدول المستقلة الموجودة في جغرافية الدولة العثمانية تستطيع الاستفادة منهم متى ما شاء. ومن هذه الناحية نلاحظ أن الأرث التاريخي الذي نمتلكه لا يعود إلى تركيا فقط، بل لأرشيف دول الشرق الأوسط ودول البلقان ودول القوقاز وشمال أفريقيا. والمشاكل التي تحدث والأحداث التي تحصل في هذه البلدان يمكن فهمها عن طريق مراجعة الوثائق الأصلية في الأرشيف العثماني. وهذه الوثائق هي بمثابة مصدر مهم جدا لتسليط الضوء على تاريخ الشعوب في المنطقة. وعليه فإن الإهمال أو عدم الاهتمام بالأرشيف العثماني لكتابة تاريخ المنطقة أو حتى كتابة تاريخ العالم ككل لابد أن يكون تاريخا ناقصا وبدون أسس علمية، لأنه باعتمادنا على الوثائق الأرشيف العثماني يمكن أن نصل إلى حلول لكثير من القضايا المثيرة للجدل مثل المجاعة والتهجير في الحرب العالمية الأولى. فعلى سبيل المثال، عدد الجنود العثمانيين المتوفين في الحرب العالمية الأولى بسبب الأمراض وسوء التغذية يصل إلى حوالي 90% من مجموع ضحايا الحرب، حتى بين الوحدات الصحية والخدمات الأفراد والإعاشة العسكرية. فالأرشيف التركي ينتظر اليوم الباحثين من الدول التي لها صلة مباشرة مع الوثائق العثمانية، وهذه الدول أكثر من 40 دولة مفتوحة أمامها كل الوثائق والمخطوطات العثمانية، وبالأخص الأخوة والأخوات في لبنان بإمكانهم التعلم اللغة التركية والعثمانية لتقييم وكتابة تاريخهم اعتمادا على الوثائق الأصلية وليس فقط اعتمادا على كتابات المؤرخين الغربيين. لأن تطبيقات الدول الإمبريالية في مواضيع اللغة والدين والثقافة والتاريخ مبنية على أساس مصالحهم الخاصة لإنشاء واقع جزئي ليست له أي صلة بالحقائق، ويستغلون نقاط الاختلاف في المجتمعات لخلق سيناريوهات غير واقعية على أساس مجموعات يمكن التحكم بها إداريا واقتصاديا. وللأسف الشديد يعتبر علم التاريخ من أكثر العلوم تعرضاً للتضليل السياسي في العالم، والسبب يعود إلى عدم استخدام الوثائق التاريخية أو استخدامها بطريقة غير علمية وغير موضوعية، خاصة بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بعد أن ازداد النماذج المؤرخين المتسيسين في العالم وبالأخص في أوروبا. وقسم من هؤلاء المؤرخين بدأوا بالظهور في جغرافية الدولة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر، وبعد تدخل هؤلاء حدث بعض التطورات مع بداية القرن العشرين وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط. وهنا أتذكر مقولة مشهورة لمؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، وبهذا الخصوص تحديدا، عندما قال إن كتابة التاريخ لا تقل أهمية عن صنع التاريخ نفسه. فعندما يصبح المؤرخ غير مخلصا لصالح التاريخ فلن يتغير الحقيقة، ولكنه يتخذ طابعا تستغربه أو تتفاجئ به الإنسانية. وفي ختام كلمتي هذه أود أن أهنئ جامعة روح القدس الكسليك
على نجاحها في استضافة المؤتمر، وأود أن أرفع التهنئة الخالصة إلى رئيس الجامعة وكافة المسؤولين فيها من خلال استضافة وتنظيم مؤتمر لبنان في الوثائق العثمانية، عفوا لبنان في الأرشيف العثماني التي تبدأ فعاليته اليوم. وإن هذه النجاحات لن تكن لتتحقق لولا توجهات ودعم السفارة التركية في بيروت ووكالة وتنسيق التركي الثيكة في أيضا في بيروت ومديرية العامة للأرشيف الدولة العثمانية ورئيسها رئيس دائرة الأرشيف العثماني في إسطنبول دكتور أندر باير للجهود الذي بدأها من أجل تحضير معرض الوثائق العثمانية. وأتقدم بخالص الشكر لجميع الأساتذة القادمين من تركيا من أجل إنجاح هذا المؤتمر، كما أشكر جميع الحاضرين، وأتمنى يكون هذا اللقاء هو بذرة الأولى للمساهمات المقبلة في حقل المعرفة في هذا الصرح الجامعي. وأشكركم جزيلا. كلمة سعادة السفير التركي في لبنان السيد شطاي إتشيش. Merkezi Başkanı Peder Joseph Mukaze, Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürümüz Sayın Cengiz Eroğlu, Kaslik Üniversitesi Başkan Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Peder Karan Risk, değerli Türk ve Lübnanlı profesörlerimiz, değerli milletvekili Farid Elkazen, diğer değerli katılımcılar, öğrenciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kaslik Üniversitesi Lübnan Araştırmaları Phoenix Merkezi, Türkiye Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Kültür Merkezimiz ve TİKA temsilciliğimizin işbirliğiyle düzenlenen Osmanlı Arşiv Belgelerinde Lübnan Sempozyumu ve Modern Lübnan Tarihine İlişkin Osmanlı Belgeleri sergisine katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu etkinlik aslında benim için çok özel bir önem taşımakta. Çünkü yeni Türk Büyükelçisi olarak görevime 15 Eylül tarihinde başladım. Ve bu benim katıldığım ilk resmi etkinlik. Bu açıdan konunun önemine ilave eden bu etkinlik benim ilk etkinliğim olması bakımından çok özel bir önem taşıyor. Onun için bütün düzenleyenlere, bu faaliyete katkıda bulunanlara ve hepinize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Tarihin en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan Türkiye ve Lübnan tarihsel ve kültürel olarak köklü bir ortak mirasa sahiptir. Daha önce konuşmalarında belirttiği gibi. Bu sempozyumu ve sergiyi iki ülkenin zengin ortak tarihine ışıtması bakımından son derece önemli görüyorum. Etkinliğin Türkiye ve Lübnan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine de önemli bir katkıda bulunacağına inanıyorum. Lübnan'la 400 yıllık ortak bir tarihe sahip olmanıza rağmen ortak tarihinize ilişkin belgelerin yeterince incelenmemiş olduğunu görüyorum. Daha önceki Peder'in de bahsettiği, konuşmacıların da belirttiği gibi bu konuda Kaslik Üniversitesi'nin bir inisiyatif almasını ve Osmanlı arşivlerindeki belgeleri burada toplamasını çok önemli bir inisiyatif olarak görüyorum. Ve bu konuda hem Yunus Emre Kültür Merkezi, hem TİKA, hem de Büyükelçilik olarak size her türlü desteği vermeyi yeni Büyükelçi olarak taahhüt ediyorum. Ortak tarihimizi ele alacak arşiv, ortak arşiv çalışmaları yapılmasını bu açıdan çok çok önemsiyorum. Ortak tarihimiz ve Lübnan konusunda, Lübnan tarihi konusunda önemli belgeler içeren Osmanlı arşivleri sadece Lübnanlı araştırmacılara değil, dünyadaki tüm araştırmacılara da açık olduğunu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Bu arşivlerde yapılacak çalışmaların Lübnan tarihine ışık tutmasının ilanısıyla birçok alanda Türkiye-Lübnan ilişkilerine de katkı sağlayacak şekilde kullanılmasının mümkün olacağını düşünüyorum. Bu çerçevede Lübnanlı akademisyenleri tarih alanında araştırmalar yapmaya ve Osmanlı arşivlerinden bu konuda yararlanmaya özellikle davet ediyorum. Deder Joseph Makuzel'in de belirttiği gibi Lübnan tarihi Osmanlı arşivleri olmadan, Osmanlı arşivlerine bakılmadan sağlıklı bir Lübnan tarihinin yazılamayacağı görüşüne de kesinlikle katılıyorum. Esasen Osmanlı gerçek tarih, evet, objektif tarih, ön yargısız tarih ancak belgelere dayanacak şekilde yazılabileceği görüşüne tamamıyla katılıyorum. Bu açıdan Osmanlı arşivleri sadece Lübnan değil, Sayın Eroğlu'nun da belirttiği coğrafyada birçok ülkenin gerçek ve tarafsız tarihinin yazılması bakımından çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Osmanlı arşivlerinde ortak çalışmalar yapılmasını kuvvetle destekliyorum. Bu alanda yapacağımız çalışmalar aynı zamanda Sayın Eroğlu'nun da bahsettiği gibi Lübnan'da bazı çevrelerce sık sık dile getirilen yanlış görüşlerin ve ön yargıların da önüne geçilmesi bakımından son derece faydalı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bu etkinliği tertipleyen herkese içten teşekkürlerimi sunuyoruz. Özellikle Yunus Emre Kültür Merkezimizin müdürü Sayın Cengiz Eroğlu'na teşekkür ediyorum. Sempozyum ve serginin düzenlenmesinde katkısı bulunan herkesi kutluyor ve başarılı bir sempozyum geçirmenizi diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum.
وتميز كل نظام بخصائص معينة، ولكنها قامت جميعها على روابط معقدة حيكت بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، وأنتجت هذه العلاقات طارة نشاذا وفوضى وطورا انضباطا وانتظاما وانسجاما. والسر كل السر يكمن في تدبيرها تأرجحا بين مساومة وتوازن وقطع دابر بعض الأحيان، غير أن شبكة العلاقات لم تنحصر ضمن الأطر الرسمية المعهودة، ولم تستأثر فيها الطبقات العليا، ولم تقتصر على صنف واحد من أصناف الاجتماعيات كاللياقات مثلا، ولم تتسمر أو تتجمد في رقعة واحدة، بل انفتحت جميع بقاع الإمبراطورية وأصقاعها على بعضها البعض، وساعدت المواصلات الحديثة على انفتاحها واتساعها وتحركها، وخصوصا منذ منتصف القرن التاسع عشر. فها ينزح الفلاح الذي ضاق حقله وأقحل واستفحلت ضرائبه بحثا عن تربة أخصب وغلة أوفر في أرض ميعاد جديدة يغريه بها سيد آخر، ومن جراء الحل والترحال فرغت كرة وخربت وتعمرت أخرى جديدة. ويسوق الراعي قطعانه لتنتجع في مراعي يغزر فيها الماء والكلأ، ويتخلى عن بعضها على مسافات مسيرته أضحية لشهوة طماع لا يرميه لا الحليب ولا اللبن. ويتنقل التاجر بين الأسكلة والأسواق والمدن تصريفا لبضاعة وكسبا لرزق يريده أكثر وأكثر، ويسافر الرحال والسواح يزورون الأقاليم والمناطق وينشرون مشاهداتهم التي تكاد تتشابه وتتكرر، ويتعقبهم الجواسيس ليبلغوا حيث تدعو الحاجة، ويثير بين الاثنين منقبو الآثار طلبا لتزويد المتاحف الناشئة بالعاديات، ويتوافد الحجاج قوافل قوافل وسنة بعد سنة يؤدون الفريضة، وينشط القناصب الدبلوماسيون ويتنكبون مسؤوليات غير مسؤولين فيها أحيانا وعنها، سعيا إلى حل قضايا قد يثيرونها هم بأنفسهم أو بواسطة عملائهم، ويروج لها مخبروهم قبل إنشاء الصحافة الشعبية وبعده. ويتسابق المرسلون ويتنافسون في ميدان أعمال الصلاح، ويحتج المتضايقون المستاءون ويقدمون العرائض ممهورة بتواقيعهم، ويغامر المنضمون ويهاجرون، ويتحرك حتى من يظن أنهم لا يتحركون ممن يلازمون مقراتهم ولا يبرحون كالبطاركة مثلا، فيسعى بعضهم إلى إحقاق حقوق الملة حتى في صياغة مشاريع سياسية أو في طلب تمثيل دبلوماسي كالبطرك يوسف حبيب، ويحظى بعضهم بالنيشان العالي الشان، ويزور بعضهم الأعتاب السنية كالبطريرك بولس مسعد سنة 1867 والحويك سنة 1905. وهكذا تحركت الرعايا بكل أطيافها، وكل في هوايته وسبيله وغايته، وتحركت المؤسسات في عصر التنظيمات، وأعلن الدستور مرتين وأحدث إعلانه فرحا وحماسة ما عتمت أن انقلبت خيبة. وإليكم شعرا يعيدنا إلى تلك الأجواء: يا أيها الناس أحبوا ذلك العلم، وسبحوا مانح الحرية الأمم، وادعوا لمن بعث الدستور من جدث بكت عليه عيون العالمين دما، فقد حرمناه ظلما وانقضى زمن عليه حتى حسبناه غدا عدما، واليوم جرد سيف الحق صاحبه وهاجم الظلم حتى فر منهزما، تعانق الشيخ والقسيس واصطحبا من بعد ما افترقا ضدين واختصما، تعانقا في حمى الدستور واتحدا ورفرفت راية التوحيد فوقهما. وتحركت النهضة بكل عناصرها، الآداب والعلوم والفنون والمدارس والمطابع والصحف ومعها الأفكار،
وتسارعت محركاتها على وضع استخدام طاقة جديدة كالبخار ثم الكهرباء عوض الفحم الحجري، وكان اللبنانيون من طلائع قوادها في شتى الميادين والحقول. وثبتت الجغرافيا قاعدة الأمبراطورية الصلبة من دون تحوير أو تغيير يذكر حتى بداية القرن العشرين. وثبتت معها بعض الألقاب، الدولة العليا والحكومة السنية، واستمرت أيضاً بعض موض الثياب كالطربوش والسروال والبابوش وما يكملها، وبقيت بعض أطباق المأكولات خصوصاً من صنف الحلويات، وبقي معها ما يناسبها من العادات والتقاليد والمجاملات والتعابير والذكريات. فعلاً شكلت الأمبراطورية العثمانية بوتقة تمرس فيها رجال عظام على الحكم والأحكام، صبت كلها في نظامنا الحالي. ولعل أفضل ما ورثناه من عمق هذا التاريخ السحيق هو احترام التعددية وحب الحرية والديمقراطية، وهي ما يميز دستورنا الذي قام بين الممكن والمستحيل. لا يغل في التعصب الديني ولا يتيه في معميات الدهرية البراقة، كما أنه لا يدع جماعة تطغى على أخرى. ولعل صموده في وجه صواعق الربيع العربي ومخلفاته الداعشية هو خير دليل على صحته. وبالمناسبة ومرة جديدة نحيي عبقرية واضعيه ونبوغهم. هذه بعض ملامح تاريخ حافل طبع ماضينا وماضي غيرنا من الشعوب، وما زال يؤثر في حاضرنا. من هذه البوابة العريضة انبعث الاهتمام بالتاريخ العثماني، وانطلقت الدراسات وتقوت وتكثفت مع افتتاح كنوز الأرشيف العثماني منذ منتصف القرن العشرين. لم يتقاعس لبنان عن اللحاق بالركب، فواكب الرواد الحركة، ومنهم من قد رحل ونستذكرهم الآن، وتابعتهم أجيال جديدة من الباحثين المتخصصين. نحيي بالمناسبة من يجلسون منهم بيننا، حضرة الأساتذة عبد الرحيم أبو حسين وعصام خليفي وباقي الزملاء وجميع المشاركين، وتشهد لهم مؤلفاتهم القيمة. ولم تتخلف جامعة الروح القدس عن واجباتها في هذا المضمار، فأسست كرسياً للدراسات العثمانية ضمن معهد التاريخ منذ إنشائه، وسعت إلى تجديد أدوات تلك الدراسات مثل المعاجم والغرامطيقات وما شابهها من اللوازم. ويشكل هذا المؤتمر خطوة متقدمة نعلق عليها الآمال الكبار، ونشكر مجدداً المبادرين إلى تنظيمه والمشاركين فيه، ونتمنى لهم جميعاً خيراً وبركة في أعماله، ودمتم. نذكركم أن اللقاء الثاني لهذا اليوم يبدأ على الساعة الثانية بعد الظهر في هذا الأوديتوريوم. الجميع مدعو الآن للتوجه إلى متحف الجامعة، حيث سيقام افتتاح معرض الوثائق اللبنانية في الأرشيف العثماني.
المقهى.